بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ المحاضرة العاشرة في شرح برنامج الأوتوكاد من خلال شرح مجموعة الأوامر اللي قدامنا. أول أمر موجود مع حضراتكم ألا وهو أمر ستريتش. لو أنا معايا مستطيل زي دوت، أبعاد وليكن 4.3، ولو أنا جبت قايمة دايمنشن لينير وقست المسافة من هنا لهنا وقست المسافة من هنا لهنا، أدي 4.3. في امر بيجي من قائمه موديفاي اسمه ستريتش، او الايقونه بتاعته اللي هي دي ستريتش، اختصار ستريتش اس انتر. بعلم على الحرف بتاع المستطيل ده كله وادوس انتر، وامسك الحرف ده من هنا وامشي واشغل اف 8. لو انا كتبت 1 انتر يروح ماطط المستطيل مسافه 1 ومغير الدايمنشن في نفس الوقت، بخليها بدل 4 تبقى 5. طب افرض ان الارتفاع بتاع المستطيل ده 3 عايزه يبقى 2.5، هجيب امر ستريتش واعرف على الحرف ده كله، اعلم على الحرف ده كله وادوس انتر وامسك الايه الحرف ده، بدل ما امزل لتحت يبقى انا كده بمط بالزياده، لا ممكن اطلع لفوق امط بالنقص مسافه نص انتر، يروح مطط لنا المستطيل بالنقص مسافه نص، خلونا 2.5. الكلام ده ممكن نستخدمه في ايه؟ ايه راي حضراتكم لو انا معايا مستطيل زي ده كده، ابعاده وليكن 0.6.25، ادي مستطيل 60 في 25 قطع عمود، وعملت له اوفست 25 من 1000 اهوت، وبامر دي نوت دخلت الانسايد دايمتر بصفر والاوتسايد دايمتر 0.016 اهوت، ورحت عامل السيخ بتاعي، وبامر كوبي رحت عامل كذا نسخه وانا مشغل اف 8 كده اهو للسياخ بتاعتي، اهوت، ومن قايمة دايمنشن لينير قست المسافة من هنا لهنا 6.10، وقست المسافة من هنا لهنا 25% مثلا، يعني الدايمنشن بايظ مش مشكلة. لو انا خدت كوبي من الكلام ده هيطلع لنا برضو 25 60. طب انا عايز يبقى 25 في 80، هجيب امر ستريتش واعلم على الحرف ده كله وامطه من هنا مسافة كام؟ 2.10. اكتشف ان العمود بتاعي 25 في 80 خلص، بامر كوبي ازود التسليح بتاعي شوية. بس افرض يا عم ان انا خدت كوبي من الراجل ده كده وعايز العمود اللي يطلع يبقى 30 في 80، بامر ستريتش اعلم على المستطيل ده كده واروح مطه لتحت مسافه 5%، فبقى 30 في 80 وهكذا. تمام. طيب افرض يا باشمهندس من قائمه فورمات تكست ستايل، واخترت من هنا فونت عربي مثلا، ورحت مختار من هنا الفونت اللي هو اللي اسمه اكس ار اهو مثلا، ورحت بامر دي تي انتر، ورحت كاتب وليكن بالهايت نص والزاويه صفر، ورحت كاتب مثلا ايمن. وبعد ما خلصت كتابه اكتشفت ان كلمه ايمن دي كبيره، ممكن اصغرها واكبرها؟ ممكن عن طريق امر ايه اسمه سكيل. سكيل ده بيكبر ويصغر. بص حضرتك كده من قائمه موديفاي، ادي امر سكيل، الايقونة بتاعته اللي هي ديت سكيل، اختصار سكيل اس سي انتر، وعلم على ايمن وامسكه وادوس انتر وامسكه. لو دخلت السكيل فاكتور اصغر من الواحد يصغر، اكبر من الواحد يكبر، لو دخلت نص انتر يروح مصغر لنا الكتاب. لو جبت امر سكيل تاني اس سي انتر وعلمت على ايمن ودوست انتر ومسكت ايمن وكتبت مثلا سكيل فاكتور 3 انتر، يروح مكبر لنا الكتابة 3 اضعاف. ده الكلام ده ممكن نعمله مع الكتابه، ممكن نعمله مع الرسم، يعني الرسمه دي مرسومه بسكيل 1 لـ100، يعني ايه سكيل 1 لـ100؟ يعني 6.10 اللي هو 60 سنتي يتعملوا 6.10، وال 25 سنتي يتعملوا 25%. اما لو انا جبت امر سكيل ورحت معلم على العمود ده وداس انتر وماسكه من هنا ودخلت السكيل فاكتور 4 انتر، فبقى المستطيل ده كده معمول بسكيل 1 لـ25، لان انا ضعفته 4 اضعاف. بس في مشكله، اي نعم انا بضاعف الرسمه بس الدايمنشن بدنا زي ما هي. طب ارجع الدايمنشن تاني ازاي؟ دبل كليك عليها واجي هنا على حاجه اسمها البريمري يونت، وواحد حاجه اسمها دايمنشن سكيل، بدل ما هو 1 انا هنا ضربته في 4 يبقى اقسم على 4 خليها 25%، ودوس انتر يرجع لنا الدايمنشن تاني ايه 6.10. اعلم على الدايمنشن دي واجيب الفرشه واعلم على دي يروح مخلينا دي زي دي. يبقى معنى ذلك سكيل يا جماعه بيكبر الرسمه اضعاف، مثلا 4 اضعاف او ضعفين على حسب السكيل اللي احنا هنشتغل بيه. اي نعم الشكل بتضاعف ولكن الدايمنشن بتدانا زي ما هي، فالدايمنشن للاسف بتضاعف. يعني بنقول تاني كده، لو جبت امر سكيل وعلمت على الرسمه دي كلها ومسكتها من هنا ودخلت السكيل فاكتور 2 انتر، يبقى انا كده برسم بسكيل 1 لـ25 1 لـ50.
ايوه بس انا عايز اضاعف الرسمه، مش عايز اضاعف الدايمنشن، فدبل كليك على الدايمنشن كده واجي في البريمري يونت الدايمنشن سكيل، بدل ما هو واحد انا ضربت في اتنين يبقى قسمينها على اتنين يبقى نص، وادوس انتر يرجع لنا الدايمنشن تاني لوضعها الاصلي، اعلم عليها واجيب الفرشه واعلم على التانيه تبقى زيها. تمام كده، ده بالنسبه لامر ستريتش وامر سكيل. الامر اللي بعد كده الا وهو امر بوليجون. بوليجون ده يا جماعه يستخدم لرسم شكل منتظم. بص حضراتكم كده من قائمة درو، ادي امر بوليجون، اول ما بجيبه بيطلب من حضرتك عدد الاضلع بتاعت الشكل، لو انا كتبت 6 انتر، تاني حاجة بيطلب منك المركز بتاع الشكل، عملت هنا كليك ورحت دايس انتر على طول، بيطلب من حضرتك نص القطر بتاع الشكل بتاعنا وليكن 2 انتر، يروح عامل لنا شكل سداسي نص القطر بتاعه 2. يعني ايه نص القطر بتاعه 2؟ يعني انا لو جيت رسمت دايرة نص قطرها 2، الدايره دي نلاحظ انها بتمر بالرؤوس بتاعه الشكل السداسي بتاعنا. نقول تاني كده، لو انا جبت امر بوليجون، على فكره بيجي من الايقونه الظريفه دي، بيطلب مننا عدد الاضلاع، لو انا كتبت 8 انتر بيطلب منك المركز، بعمل كليك في اي حته بدوس انتر، بيطلب منك نص القطر 3 انتر، يروح عامل لنا شكل ثماني. الامر اللي بعد كده الا وهو سبيل لاين. احنا كده شرحنا بولي، لا هو المفروض اللي كان عليه الدور هو بولي لاين، انا اسف، لو امر بولي لاين بيجي من قائمه درو بولي لاين، على فكره الامر ده ظريف جدا، وادي الايقونه بتاعته واختصار بولي لاين بي ال انتر. بولي لاين ده بيرسم زي لاين العادي بالظبط، اها بمشي عادي واشتغل باف 8 وبكل حاجه. طب ايه الفرق بينه وبين امر لاين؟ طب انا جبت امر لاين اهوت ورسمت نفس الشكل بالظبط، اقول لحضرتك الفرق، الفرق ان انا لو رسمت شكل ببولو لاين يبقى الشكل ده على بعضه كتله واحده، اما لو انا رسمته بامر لاين كل خط فيه مستقل بذاته. طب ده انا ممكن استخدمه في ايه؟ في التسليح يا فندم. بص حضرتك كده، لو انا جبت امر بولو لاين ورحت راسم حاجه مايله كده اهي، ورحت ماشي افقي وطالع لفوق وماشي افقي وشايل اف 8، دي اسمها شوكه صح؟ الشوكه دي مرسومه كتله واحده، كتله على بعضها، اما لو انا عملت الكلام ده بامر لاين فللاسف الشديد كل خط من دول ماله لوحده فما ينفعش، تمام؟ هيعمل لنا مشاكل في اللوحه بعد كده، عشان كده يفضل ان انا ارسم التسليح ببولو لاين عشان يبقى كله على بعضه كتله واحده. بعد كده بعد بولو لاين في حاجه اسمها سبيل لاين، من قائمه درو ادي يا جماعه سبيل لاين، او الايقونه بتاعته اللي هي دي سبيل لاين، او الاختصار بتاعه اس بي ال انتر. بروح اعمل هنا كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك وادوس انتر، يروح رسم لنا منحنيات. لو تفتكروا مع بعض امر ار كان بيرسم جزء من دايره، اما امر سبيل لاين فبيرسم منحنى يا باش مهندس، بعمل كليكات عند النقط اللي انا هوصل بيها يروح موصل بارابولا ما بين النقط دي. يبقى احنا كده خدنا ستريتش وسكيل وبولي لاين وسبيل لاين وشرحنا بوليجون. اليبس ده بقى بيرسم ايه؟ قطع ناقص. يعني حضرتك اولا بيجي من قائمه درو قال الاليبس او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي اليبس، بروح اعمل ثلاث نقط، كليك هنا مثلا وكليك هنا مثلا وكليك فوق مثلا، يروح عامل لنا قطع ناقص حاجه عامله زي الشمامه كده او البطيخه. تمام. الامر اللي بعد كده اللي هو ريفيجن كلاود. طب بصوا كده انا هرسم لكم حاجه ظريفه قوي، ايه رايكم لو انا جبت امر ارك، قائمه درو ارك 3 بوينت، ورحت جاي عامل هنا كليك وهنا كليك وهنا كليك، والشكل ده رحت عامل له ميرور حوالين الخط الرأسي ده، ورحت جايب امر سبيل لاين عامل كليك منحنى بالمنظر ده كده، وبامر تريم شلت الزياده دي والزياده دي. في امر ظريف هنا جدا اسمه كلاود، لو انا جبته ورحت بادئ من هنا مثلا كليك ورحت ماشي بالماوس بتاعي بالشكل اللي انا عايزه ورحت قافل تاني على الشكل بتاع كده، لازم يقفل، وبأمر ترم أشيل الزيادة دي وأشيل الزيادة دي. حضرتك يا باشمهندس ده كده احنا رسمنا شجرة، أنا ممكن كمان إيه أجيب أمر هاتش وأختار من هنا شكل الهاتش وليكن الأخضر وهنا سوليد، أها ده ممكن كمان إيه أجيب أمر جريديانت لو تفتكروا، وأختار من هنا وان كولر وأختار اللون بتاعنا وليكن البني،
وراح اعمل هنا كليك. ايه رأي حضراتكم؟ ده ممكن كمان اجيب اغير اللون هنا واجيبه احمر، واجيب امر دي نوت الانسايد دايمتر بصفر والاوتسايد دايمتر مثلا وليكن ربع، واروح جاي هنا عامل كليك يروح عامل لنا تفاح مثلا ولا اي حاجه احنا عايزينها. يبقى امر كلاود ده يا جماعه بيرسم سحاب، بيرسم مثلا شجر، بيرسم اي حاجه انت عايزها. تمام كده؟ طيب ممكن ناخد منه كذا نسخه اهوت. ايه رايكم؟ حاجه ظريفه. تمام؟ طيب الامر اللي عليه الدور الا وهو امر برنت. ازاي نطبع من على الاوتوكاد يا باش مهندسين؟ اولا امر برنت بيجي من قائمه فايل بلوت. الشاشه اللي قدامنا دي ممكن نكبرها من السهم ده كده. اول حاجه يا جماعه بنختار اسم البرنتر، تاني حاجه بنختار حجم الورق، بعد كده نختار من القائمه دي ويندو عشان نعمل ويندو على الشكل اللي احنا عايزين نطبع له. عايزين نطبع الشجره دي بس بعلم عليها كده واقول له سنتر زابلوت، يعني حطها لي في منتصف الورق واقول له بريفيو، اتفرج عليها الاول هتطلع لنا بالمنظر ده. ده انا ممكن اغير كمان وضع الرسمه بالنسبه لل وضع الرسمه بالنسبه للورقه، من بدل لاند سكيب اخليها بورتريه، بيبقى الورقه بالطول والرسمه فيها كده، او ممكن كمان اخليها لاند سكيب يبقى الرسمه ايه الورقه تبقى بالعرض. تمام؟ ايهما على فكره يا جماعه ويندو انا ممكن اعلم على اتنين مع بعض، يبقى معنى زي ويندو دي بعلم على اللي انا عايز اطبعه. ها او ممكن اعلم على التلاته ويندو اها واعلم على التلاته. تمام؟ بالمناسبه لما انا قلت له بريفيو طلع هنا بالالوان اهي، صح؟ الاخضر هيطلع اخضر ما تلاقوش يعني. لو انا عايز اللي ينتبه يبقى ابيض واسود، خلاص هختار من هنا حاجه اسمها مونوكروم. لو انا جبتها وقلت له يس، لو قلت له بريفيو يظهر لك كله ابيض واسود يا باشمهندس. طبعا ده كله هيظهر ابيض واسود معانا. تمام؟ يبقى الشاشه اللي قدامنا اخترنا منها اسم البرنتر، حجم الورق، الويندو، المساحه اللي احنا هنطبعها، سنتر ذا بلوت يعني سنتر لي الرسمه جوه الورقه، اتفرج على اللي انا عايزه الاول عشان اخد بالي من الشكل اللي هيطلع وفي وسط الورق. لما اقول له بريفيو ده المنظر كده اللي هيطلع بالظبط جوه الورقه بتاعتنا، واروح اقول له اوكي يروح طبع لنا الرسمه بتاعتنا. يبقى احنا كده خدنا امر ستريتش بيمط، خدنا امر سكيل بيكبر او يصغر، خدنا امر بول لاين بيرسم خطوط كلها كتله واحده، سبل لاين بيرسم منحنى، بوليجون بيرسم مضلع، اليبس بيرسم قطع ناقص، ريفيجن كلاود بيرسم حاجه عامله زي السحاب كده او الشجر، خطوط منحنيات، برنت ازاي نطبع يا باش مهندس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.